مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من همزة وصل ليوم الاثنين، هذه المساحة اليومية المفتوحة بيننا وبينكم للحوار والنقاش حول قضية مهمة من القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أثار القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة برفع أسعار الوقود ردود أفعال متباينة في الشارع المصري، ليس فقط بين المواطنين العاديين ولكن بين كافة فئات الشعب من تجار ومواطنين وشركات وغير ذلك. ترى إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا القرار في رفع أسعار السلع الأخرى وربما الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطن المصري؟ هذا هو سؤالنا في حلقة اليوم، ونرحب دائما بتعليقاتكم ومشاركاتكم خلال هذه الحلقة على العناوين، عناوين التواصل الاجتماعي التي ستكون مبينة على الشاشة طوال هذه الحلقة. أولا نذهب كالمعتاد إلى تقرير مقتضب يسلط الضوء على موضوع اليوم، ثم نبدأ الحوار معكم ومع ضيوفنا على الهواء. حالة من الجدل سادت الشارع المصري، وانقسم المواطنون ما بين مؤيد لقرار رفع أسعار الوقود من أجل إصلاح الاقتصاد ورافض له باعتباره يزيد من الأعباء على الفقراء، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء سوف توفر 51 مليار جنيه، سيتم ضخ 22 مليارا منها لقطاعي الصحة والتعليم. بلغت نسبة زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة 78% للبنزين 80 و40% للبنزين 92 و63% للسولار، ليجد المواطنون أنفسهم بين عشية وضحاها في مواجهة مع سائقي سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تعريفة الركوب للضعف للتغلب على زيادة أسعار السولار والبنزين. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وفي مؤتمر صحفي قال إن الحكومة سوف تواجه أي زيادة غير مبررة في تعريفة النقل، مشيرا إلى أن بعض السائقين رفعوا تعريفة النقل بنحو 50%، مضيفا إلى أنه تم عمل جداول للمحافظين وشدد عليهم بضرورة الوجود في المواقف للمتابعة، لافتا إلى أن تحريك أسعار السولار لا يبرر هذه الزيادة. كما أشار محلب إلى أنه تم اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود بعد دراسات مع جميع الأطراف ومنها التجار وشركات النقل وممثل النقل الداخلي والمحافظون، مؤكدا أن الدولة دعمت المحروقات ب 687 مليار جنيه على مدى السنوات العشر الماضية لتبلغ مديونية قطاع الكهرباء 163 مليار جنيه. من جانبه عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية لبحث سبل التصدي لمستغل الزيادات الجديدة وفرض القانون على المخالفين، كذلك إلزام جميع السائقين بالزيادة التي تقررت في تعريفة النقل وهي 10% فقط من الأجرة المقررة سلفا. كما كشفت مصادر بوزارة الداخلية أنه سيتم فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع استغلال التجار زيادة أسعار الوقود في رفع أسعار المواد الغذائية، وذلك في وقت تكثف فيه مباحث التموين حملاتها على الأسواق والمحال التجارية. أهلا بكم من جديد. إذن يكاد يتفق كافة الأطراف على أن قرار رفع أسعار الوقود كان لا مفر منه ولا بد أن يتخذ، ولكن الخلاف إذن في التفاصيل، التوقيت
والنسبة وكيف يمكن التطبيق وكيف تتم المتابعة والمراقبة. في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم بالفعل، ونبدأ مع أولى مجموعات الاتصال. سيكون معنا فيها عدد من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، ثم أيضا اتصالاتكم أنتم من المشاهدين. سيكون معنا في هذه المجموعة أولا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، دكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، وأيضا الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أبدأ أولا مع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. دكتور هشام، يعني أولا إذا تحدثنا عن التوقيت وهو أحد النقاط التي يثور أو ثار حولها وما زال يستمر الجدل، هل التوقيت كان متأخرا كما يقولون أم أن التوقيت جاء بالضبط؟ لا، وخلينا نأكد في البداية على أنه مسألة تحديد أسعار الوقود وبحث كيفية تقليص حجم الدعم الكبير اللي بيستنزف المصدر العمل للدولة. الحقيقة حقيقة الأمر كان من المفترض أن يتم التعامل معاه منذ ثورة يناير، إلا أنه للأسف الشديد الحكومات المتعاقبة لم تقدم على هذه الخطوة. ففيما يتعلق بتوقيت تطبيق هذه الزيادات مع بداية موزع عمل جديدة، أنا متفق تماما لأنه ما كانش ينفع نتأخر أكتر من كده. الحقيقة حجم المشاكل الاقتصادية يتزايد كل يوم تقريبا بسبب كبر حجم الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه. طيب الرابط بين عجز الموازنة ورفع الأسعار الوقود، يعني هناك من يرى أنها مسألة إعادة توزيع للدعم من كما أعلنت الحكومة من يعني دعمها للوقود فقط وسحب هذا يعني نسبة من هذا الدعم وتوزيعه أو توجيهه إلى عناصر أخرى أكثر أهمية وهي الصحة والتعليم بالنسبة للمواطن. ألو؟ أيوة دكتور، تفضل. شو حضرتك، هو خلينا نأكد على أنه مسألة تحديث الدعم تيصل إلى مستحقيه بالتأكيد أمر هام وضروري. الحقيقة خلينا نشير إلى أنه المواطن العامة في شكلها القديم اللي رفض سيد رئيس الجمهورية التصديق عليه وكان فيها إجمالي العجز 288 مليار جنيه، والحكومة عملت على تقليص هذا العجز إلى حدود 240 مليار جنيه. هو ده تقريبا احنا بنتكلم على 48 مليار. الوفد اللي تم من تحديد أسعار المشتقات والكهرباء وصل إلى حدود 51 مليار جنيه. فالحقيقة نقدر نقول إنه مسألة كبر حجم العجز في الموازنة العامة اللي كان بيصل إلى حدود 15% من إجمالي الناتج كان طبعا أمر صعب للغاية. هو المسألة بس دلوقتي مش في التوقيت، أنا شايف إنه التوقيت كان ممكن نتفق على إنه متأخر، لكن بالنسبة للحكومة الحالية هو توقيت جيد. لكن المسألة يمكن إحنا بنتحدث عن إنه إحنا الأسعار المشتقات البترولية لم تتحرك منذ فترة زمنية طويلة. فالنقطة اللي إحنا بنتكلمها أولا إنه التحديث فيه زيادة شوية. يعني هذه الحكومة خدت خطوة جريئة، إلا أنها يعني في تقييمي أنا هي جريئة أكثر من اللازم شوية. المسألة الثانية إنه إحنا بنحرك البنزين مع السولار مع الغاز مع الكهرباء كل الحياة في توقيت واحد، وده برضه الحقيقة مسألة كانت صعبة جدا على المواطن، خاصة إنه ما فيش حتى الآن سياسات تجارية منضبطة نقدر نحمي من خلالها أو شبكة ضمان وأمان اجتماعي نقدر نحمي من خلالها حتى الآن المواطن الغلبان. طيب سأعود إليك مرة أخرى، أرجو أن تبقى معنا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أذهب للدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. ربما تخبرنا بعد التحية دكتور حسام، يعني لعلك تخبرنا بحجم المشكلة فيما يتعلق بالوقود والعلاقة بين العجز الموجود فعلا في الوقود الذي اضطر إلى البدء به أو أخذ الجزء الأكبر منه في قرار الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن الكثير من السلع. دولة طبعا خير بجميع كل سنة وانتم طيبين ونسبة شهر رمضان الكريم. هذا القرار طبعا الخاص برفع المواد البترولية ده قرار متأخر الحقيقة، سنوات طويلة من 80 من سنة 92 لما تم تحريكه، بقى 92 و
والسولار من سنة 2008 وبالتالي الوضع ده كوضع طبيعي ومتوقع، وتم التمهيد ليه والتنويه أكثر من مرة، كان هو دايما مشكلة قد إيه هنزود أو المبلغ اللي هيزيد وإمتى هنبتدي نشتغل في هذا في هذه المنظومة. نعم. أنا كنت أتصور الحقيقة إن قبل ما نبدأ الموضوع ده وهو موضوع صائب وقرار حكيم إن إحنا يبقى عندنا جميع المحكات اللي إحنا نقدر نتحكم فيها أو المحددات. النهاردة رفع الأسعار ده منطقي، لكن تقبل الناس ورد فعله في الشارع هو اللي عامل قلق، وخاصة مع اللي حضرتك قلت عليهم في الأول تم الاتفاق معهم. الاتفاق دايما بيبقى تحت مسميات كتيرة ومش عايزين نزعل بعض والكلام الجميل والحاجات الحلوة. أرض الواقع بتبقى تختلف تماما عن هذا الموضوع، وبالتالي الصدمة اللي جات مع الشارع إن الزيادات كانت تكاد تكون 100% في تعريفة الأجور، وممكن تخصص بعض المحافظات. هنا كان لابد من يبقى فيه أحكام سيطرة ورقابة قبل البدء في التنفيذ، مش ياخد الإجراء بعد التنفيذ. يعني إجراءات الرقابة أو آليات الرقابة كان ينبغي أن تكون متوازية. أنا عارف إن طيب. أنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، المفروض كنت أنا أبقى عندي العدة وعندي البدايل زي ما حصل دلوقتي إن الجيش نزل عشان ينقل المواطنين، ويبقى فيه وفرة في السلع الغذائية موجودة في المجمعات الاستهلاكية ومجمعات الجيش. اذا دي كلها خطوات كان لابد من بدايتها الاول قبل ما ابتدي ازود. طيب احنا خلاص دخلت رجلينا وجينا في الموضوع. نعم. عايزين بقى ازاي نكيف الوضع ده وازاي نرضي جميع الاطراف. ده هيحتاج خطاب اعلامي موجه اكثر من كلمة ربنا مش هيبارك له. طيب يمكن كلمة إرضاء جميع الأطراف اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي يعني تدفعنا للسؤال عن كيفية إرضاء فعلا جميع الأطراف، لأن هناك بعض الأقوال التي تنشر وبعض الآراء التي يعبر عنها مواطنون أنه المسألة بتأتي على حساب المواطن الأقل يعني قدرة أو الأفقر على حسابه هو أكثر من المؤسسات أو الشركات. كيف طيب. تقيم هذه النقطة بالذات وأنت في الغرف التجارية؟ شوف يا فندم، عشان أرضي مثلا المواطن لازم أفهمه أنا عملت كده إزاي وعملته ليه. أنا بعمل الكلام ده عشان التعليم مصلحة بس، ولا عشان حاجة تانية، ولا عشان أعمل طرق محترمة نقدر نمشي عليها، ولا عشان أعمل نقل جماعي أقدر أستغنى عن عربيتي وأقدر ألاقي مواصلة أحسن من اللي أنا بركبها في الوقت الحالي، ولا انا بعمل ايه عشان ايه. هو ده ارضاء المواطن. الحاجه الثانيه قصه ال 10% اللي حضرتك لسه بتتكلم عليها دلوقتي. تفتكر لو الاجره جنيه في 10 صف في الشارع؟ مفيش 10 صف في الشارع. يبقى انت النهارده عملت بطريقه غير مباشره ان الراجل احد ادنى هياخد ربع جنيه. ولو ما فيش ربع جنيه هتبقى 50 قرش. اذا كلمه ال 10 صف دي او ال 10% دي كلمه مطاطه. احنا بنتعامل مع فئات بشريه ليها ثقافات مختلفه. نعم. لو الاجره 75 قرش زود 10% بقت 7 صاغ ونص، هو في عند حضرتك حاجه اسمها 82 قرش ونص. وبالتالي انا كنت محتاج ان يبقى في تعريفه برؤيه اكثر تطبيقا من الكلام الجميل اللي بتقال ان الزياده لا تتجاوز 10%. هات لي ال 10% دي مش هتلاقي فيها 10%. ده نبض الشارع. طيب. الحاجه الاهم ده فيما يتعلق بالجزئيه دي. الجزئيه الاخيره. نعم. الجزئيه الاخيره طبعا. نعم اتفضل. النهارده وفره المنتج اهم بقى من الزيادات دي كلها. انك توفر للمنتج المواد البتروليه بسعر جديد ده اهم. انا عندي مشكله دلوقتي بقى اواجهها في كل المحطات وفي جميع انحاء الجمهوريه، ارتداد مستخدمين البنزين 92 باستخدام السعريه التي لم يتم علاجها حتى الان. هناك تشوه في الاسعار، الفجوه كبيره. جنيه في اللتر يعني 20 جنيه في الصفيحه، خلت النهارده السيارات من موديل 2000 لغايه 2010 قدامي في المحطات كلها بتمول 80 وبتدور على التمويه على التمويه على 80. هتلاقي حضرتك الطوابير بتتكدس، هيبتدي ضغط علينا تاني مره تانيه وكاننا ما عملناش حاجه. احنا محتاجين وفره في المنتج اللي هو 80 عشان الفجوه السعريه، ومحتاجين وفره في المنتج بشكل عام عشان الناس تشعر بالارتياح ان الموضوع بدا يسلم. طيب نقطة النسبة، نسبة الزيادة، يعني هناك من يرى أنها فيها غبن للمواطن البسيط، يعني كان من المفترض ربما الأفضل أن تكون نسبة الزيادة على الشركات أو الجهات الأكثر قدرة وأكثر استهلاكا أكثر من المواطن البسيط. النقطة دي كيف توضح؟ اللي هو العادي، مواطن العادي، مواطن العادي. أو في اقتراح تاني في المواقف العامة والحاجات الكبيرة دي، إيه اللي يمنع إن أنا كنت أعمل تيكت
باسعار وبالناس قاعد واحد بره وياخد التيكت ده ويطلع بيه الميكروباص معاه اجرته عشان ما يبقاش فريسه للسواق اللي موجود. وبنفس الوقت الصندوق ده او المكان اللي بيطلع منه التذكره عنده الفكه وعنده الفلوس وعنده العشره صاغ وعنده الاشنيرش وعنده كل الحاجات دي. ايه اللي يمنع؟ انا كنت افكر لكن السؤال يا دكتور، هل يعني مع عدم توفر هذه الآليات والقدرة بالنسبة للسلطات المحلية، هل كان يجب الانتظار طويلا مرة أخرى أو سنوات أخرى؟ لا لا لا، ده متأخر يا فندم. نعم، حتى يتم تحضير أو تجهيز هذه السلطات أو يعني هذه الفرق التي تقوم بتحصيل الأجرة وعمل التذاكر وما إلى ذلك، وبالتالي تأخير العملية مرة أخرى أو عشرات السنين مرة تانية. لا أنا مش قلتش كده، أنا بقول عليك أنت عارف أن أنت في نيتك الأسعار وهتحرك الأسعار بتاع المواد البترولية، فكان عندنا في حكومة محلب الأولى عندنا فرصة 3 شهور على الأقل كنا ممكن نعد العدة لهذه الأمور تحسبا ليوم زي ده. كما تفسر استخراج كوبونات البوتاجاز اللي موجودة من أيام الدكتور مصالحي وحتى الآن لم تستخدم؟ كان في تجهيز وإعداد لموقف زي كده، هي نفس السيناريو. انت مين قبل مين؟ هل انت بتفكر بطريقه استباقيه ولا انت مستني رد فعل المواطنين وعلى ضوء هتاخد الخطوه الجايه؟ وبالتالي انت كنت حالم احلام ورديه ان المصريين هيحسهم الوطني وضميرهم الوطني هيتعاون مع الواقع ويبقى في زي تقول نوع من الالفه والتعاون. الحقيقه المره ان الفكره وصلت. شكرا جزيلا دكتور حسام عرفات، رئيس شعبه المواد البتروليه في اتحاد الغرف التجاريه. أتحول للأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أستاذ محمود، يعني مواطنون ضد الغلاء دائما أنتم مستمرون في نشاطكم منذ فترة، وهناك الآن من يشعر بأنه مشكلة رغم الاتفاق بين كافة الأطراف تقريبا على ضرورة اتخاذ هذا القرار وأهمية هذا القرار بعد المشكلات التي يواجهها الاقتصاد. من منظور المواطن العادي والبسيط، كيف ترى الحل فيما يقال من مشكلات يتعرض لها المواطن الآن؟ أنا أرى الحل في معالجة مشكلة الحول الموجودة عند الحكومة. بمعنى يعني أنا مع أن أنت تعمل الزيادات دي، ولكن بشكل يعني مخفف عن كده. يعني أنت لو رجعت للزيادة مثلا بنزين 80 زيادة فيه بنسبة 78%، بنزين 92 40%، بنزين 95 هنا الحول بقى الزيادة اللي فيه 7%. بنزين 95 ده مش بتاع الفقراء، ده بتاع الأغنياء. يعني المفروض الجدول اللي قدامي دلوقتي ده اللي فيه نسب تمام، يبقى الأمور فيه مقلوبة. يعني الزيادة اللي فيه بنزين 95 مثلا تبقى 78%، ما تبقى 7%. طيب هو التفسير الذي يقال انه 80 ظل عند مستوى منخفض ولم يستطع ان يقترب منه احد، وكان ينبغي ان يكون هناك شجاعه لدى صانع القرار في يعني اقتحام هذه النقطه ورفع سعر 80. بس خلي بالك 95 هو اقل بنزين سعر، اقل سعر بنزين في العالم. يعني مستخدم البنزين نعم في مصر يعني. انه المفروض انه راجل غني وعنده عربيه شيك وعايز يرفع نفسه. لكن خلينا نتفق ايضا ان 80 تقريبا غير موجود في العالم، يعني في معظم دول العالم. بس انت بتتكلم على ظروف اجتماعيه في هذا التوقيت انت تحتاج فيها الى ان تشمل المواطن الفقير والاشد فقرا برعايتك الى ان يخرج من تحت او يرتفع من فوق خط الفقر على اقل تقدير، تسحبه كده الى السور المحيط بالطبقه المتوسطه. لما انا الطبيعي جدا ان انا اعمل اجراءات حمايه اجتماعيه احمي الناس دي انهم يقعوا تحت خط الفقر، ودي جريئه، دي مصيبه ما ينفعش ان انا اسيبها. طيب يعني الا وقد اتخذ القرار ويعني من المعتقد انه لا رجعه فيه، كيف تتم المتابعه والمراقبه؟ أنا الان اتخذ القرار، ولكن يجب ان يتبع هذا القرار قرار اخر في 400 واحد في مصر بياخدوا دعم 80% من دعم الطاقة. أسيبهم ليه دول؟ يعني ما هو برضو لازم أنظر للموضوع بعدالة. أنا بقول للرئيس السيسي أنت واحد من الناس اللي يعني استطعت أن تستحوذ على حب الناس بسرعة غريبة جدا. أنا نفسيا واحد من الناس اللي بيحبوه ومش عارف أكرهه وما عنديش استعداد أن أنا أكرهه. بس على الجانب الآخر أنا برضو مطالب بحقوق ناس غلابة.
انا بقول له انظر الى هؤلاء الناس. انا شايف ان هو بين ثورتي جياع. خليني اقول لك ثوره جياع الى المال. ناس مش عايزين يشبعوا فلوس ومتمسكين بالدعم اللي بيقدم لهم في المؤسسه. طيب العامه آلية المتابعه والمراقبه حتى نكون يعني عمليين كيف تكون في هذه المرحله؟ طب هو انت لو انت حبيت تعمل آلية متابعه ومراقبه اقول لك مفاجاه. مراقبه الاسواق اقصد. مراقبة الأسواق يعني زيادة بتاعت النقل دي. أنت النهاردة لما تنزل على ميكروباص أنت تعرف أن تعريفة النقل من مدينة من رمسيس لمدينة نصر كانت 125 قرش من سنة. النهاردة قبل الزيادة دي بقت 2 جنيه ونص و2 جنيه بالليل بتبقى 2 جنيه ونص. نعم. طب مين يراقب الكلام ده؟ هو طب إيه رأيك بقى؟ أنا عندي استعداد أن أقبل بالزيادة دي وبما هو أكبر منها، بس رجعنا للتعريفة بتاعت 125 قرش وزيادة 10% يعني 150 قرش. ثم انه في مشكلة دلوقتي برضو، خلي بالك في تضخم الفكة. انت ما عندكش 10 ساغ وما عندكش شيلين وما عندكش قرش وما عندكش في امريكا في سنت وحدة. الوحدة بتبدأ لازم نحترم الوحدة بتاعتنا ولازم نحترم العملة بتاعتنا ونطبع عملة يعني صغيرة أقدر أديها للراجل السواق وأقدر أعالج تضخم الفكة. إنما أنا على أنا دلوقتي في التوقيت الحالي واحد لابد أن أشدد الرقابة وأتعاون مع المواطنين. في مواطنين بيتضربوا النهاردة بسبب الزيادة دي. يعني الحكومة دلوقتي تدخلها متخنقة مع الناس مع السواقين. ده لفرة إحنا من 2 أسبوعين 3 قبل الحكاية دي انقذنا واحد عشان بيختلف على نص جنيه مش عارف او ربع جنيه، كان هيموتوه سواقين. يعني انا بكلمك بطبيعتي بالبلدي كده. انت تحتاج، انا مع هذه زياده وانا ما عنديش استعداد على الاطلاق اني اصدر الازمه للاجيال اللي جايه. حرام فعلا. يعني مساله التدرج ومساله المراقبه والمتابعه. يعني مهمة. انت بص شكرا جزيلا استاذ محمود العسلاني رئيس الجمعيه ضد الغلاء. اقول لك حاجه، وصلت فكره حضرتك. يعني عند حضرتك نقطه ثانيه؟ انا عندي طيب. خفيفه صغيره خالص. طيب اتفضل. لو سمحت باختصار. باختصار عجز الموازنه ده، عجز الموازنه ده انا 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 مقتنع تماما بانه كان يجب التعامل معه بهذا الشكل، لانه فعلا احنا هنصدر للاجيال اللي جايه ديون وهم ما عملوهاش. ايه ذنب اخلاقيا وانسانيا؟ ما ينفعش ان انا اسيب عيالي على يتكففون الامم. يعني لازم اعالجها بس اعالجها بالعدل. نعم، شكرا لك استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، كما اشكر الدكتور حسام عرفات والدكتور هشام ابراهيم. اذا الاراء متنوعه والتفاصيل كثيره والحلول المقترحه لدى الكثير من اطراف هذه المشكله او هذه القضيه اذا شئنا ان نسميها كثيره. هناك الكثير من الاراء والمشاركات التعليقات وجهات النظر التي سجلتها كاميرا همزة وصل بالفعل في الشارع المصري، نتابع بعضها الآن. المفروض ان احنا نقدر الموقف بتاع البلد. رئيس قبل اي حاجة وايام الحملة الانتخابية هو قال انه مش هيقدر يوعدنا بانه هيعمل رخاء مباشر، لكن ممكن في خلال سنتين الرخاء ده هيحصل. احنا مفروض ان احنا نتحمل، وفي نفس الوقت التجار لازم ياخدوا بالهم ان هو يستغلوش الفرص، لان زيادة في بنزين في حاجة كده مش هتأثر التأثير المباشر الكبير قوي اللي يخليهم يتلاعبوا في الأسعار. طبعا دي حاجة منطقية ومتوقعة جدا، وانا شايف ان ده ما كانش وقته أبدا. انا شايف انه يعني هو كده بيخلي الناس حتى اللي كانت سعيدة ومقبلة يخليها تكش. زيادة البنزين والسولار هيتأثر زيادة بسيطة جدا في المواصلات مش هيحس بيها المواطن، إنما ده هيرفع من كفاءة البلد ويخلي البلد مش كل شوية عايز شوية تستدين لغاية ما العجز يزيد. احنا لازم نوقف أقل حاجة نديها لمصر إن احنا نساهم. طبعا المواصلات اول بند غليت، فاهمني؟ زي الخضار كده هيغلى، والعيشه طبعا كل حاجه بتغلى، ما كل حاجه بترتبط بالنقل. يعني الخضار عشان مثلا التاجر يجيبه بعربيه، فاهمني ازاي هيجيبه دلوقتي؟ العربيه البنزين غلي، بدل السواق ما هياخد 50 هيقول 100، التاجر هيجيب منين؟ ما هيغلى على برضه على المستهلكين.
هو طبعا قرار مفاجئ وقرار يعني مش وقته ده بالذات، احنا في شهر مفترق شهر رمضان وكل حاجة النهاردة انت بتشتريها بيقول لك ايه ده نقلنا الحاجة دي بكذا، عملنا الحاجة دي بكذا، فحرام يعني. وبعدين احنا رئيس الجمهورية لازم يتدخل، واحنا انتخبناه عشان يراعي الناس الفقراء والناس الغلابة. إذن كما نلاحظ كثير من المواطنين لا يخفون قلقهم من أن يؤدي زيادة أسعار الوقود إلى زيادة في كافة أسعار الخدمات والسلع، ولكن هناك من يؤكد أيضا بوضوح على أننا يجب أن نتحمل من أجل مصر ولو لفترة محدودة. وردت إلينا بالفعل مشاركات وتعليقات أخرى عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي للبرنامج على شبكة الإنترنت، سوف يعرض لنا أبرزها الآن محمد عبد الحكم في استوديو المتابعة. محمد تفضل. شكرا أحمد، بالفعل كما ذكرت هناك العديد من الآراء التي وصلت عبر صفحتين الفيسبوك وعلى تويتر حول سؤال حلقة اليوم الذي يقول كيف يمكن الحد من آثار ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية. أنا آدم يقول لابد من إعلان تسعيرة حدا لكل سلع ويصدر بها بيان وإعلان ينشر بالإعلام ولصق نسخة منه في كل محل وسوبر ماركت. محمد منصور، يا رب يكون ارتفاع سعر الوقود في خير لمصر. أيضا محمد منصور يتمنى الخير للبلاد على بعد ارتفاع الأسعار. محمد علاء، على طريق تدخل الدولة بوفاء المواصلات كالأوتوبيسات حتى نقضي على مافيا السائقين والتوسع في النقل النهري. قاسم عبدالله يقول ما فيش غلاء إن شاء الله، لأن الحكومة أعلنت إن ما فيش ارتفاع في أسعار السلع، ولو كان في غلاء يجب أن يلجأ المواطن إلى المسؤولين، بس غلاء الأسعار يعني راكب الأجرة ده لازم هتحصل لأن الوقود سعره زاد بشكل كبير، وإحنا أهم حاجة السلع ما تغلاش. على عنبر، يمكن الحد من أثار ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية عن طريق الرقابة على الأسعار والتوسع في إقامة المجمعات الاستهلاكية، ويجب على الحكومة أن تفرض سيطرتها على الأسعار التموينية مثل الزيت والسكر والرز. عويدة يقول في الحقيقة إن نسبة الزيادة في المواد البترولية لا تعني نسبة الزيادة الكبيرة التي ترغب كل التجار في رفعها الآن، فيجب على الحكومة اتخاذ الآتي: فرض رقابة صارمة وحازمة وقوية على السوق المصري، تبديل المراقبين من آن لآخر ومن مكان لآخر للحد من الرشاوي، إلزام كل منافذ البيع والتكاسي والميكروباصات بوضع لائحة أسعار أو التي حددتها الحكومة، وتخصيص أرقام هواتف لتلقي الاستغاثة وشكاوي المواطنين. مصطفى يقول لا يمكن الحد من هذا لأن الحكومة ليس لديها آليات تواجهها ذلك، وما تقوليش وزارة التموين، الوزارة دي خلاص تعبت أكتر من وزير بيشتغل في جميع الوزارة، لأن وزير التموين نشكره لأنه تعب كتير في الفترة السابقة. فرج يقول عندي اقتراح ممكن أعرضه، هو أننا نترك البلد ونرحل جميعا إلى أرض أخرى ونترك الوطن لأصحابها. مشارك آخر يقول يجب التواصل مع السلطة. أمير أحمد، يوجد حلول كثيرة غير رفع أسعار الدعم لحل مشكلة الموازنة. أولا ضم الصناديق الخاصة التي توجد بجميع المصالح الحكومية، رفع الدعم عن كل مواطن دخله الشهري 5000 جنيه مصري، رفع الدعم عن كل مواطن امتلك 5 أفدنة، رفع الدعم عن جميع المصانع، زيادة أسعار جميع السلع التي نستوردها من الخارج بفرض ضرائب 300% عليها ولا تمس المواطن الفقير. مواطن آخر عبد العزيز حمدان، عندي اقتراح ممكن أعرضه، هو أننا أيضا يعني لابد من رقابة جديدة على المسؤولين وعلى التجار. أحمد الليسي، وجود دولة قوية تواجه المستغلين والبلطجية والفساد والعبثين بقوة الفقراء الذين ليس لهم سوى الله وهو القادر على كل شيء. أحمد يقول لو قل أجور ومصاريف الإعلان المصري وخاصة الإذاعة والتلفزيون والبرامج المكلفة التي ليس لها قيمة إلا لمصلحة فقط لجلب الأموال، من الأفضل أن ينال المواطن الكادح ولو جزء بسيط منها. هناك عدد من المشاركين. محمد صلاح، الرئيس ينفذ وعده ويعمل منافذ بيع تحت إشراف الدولة ويعدل الأسعار والمكسب يبقى معقول، وبقى الناس ويقي الناس من جشع التجار. علي هدهد، توفير الوقود وتجديد الرقابة عليها عشان السوق السوداء اشتعلت، وما أدراك ما السوق السوداء، يعني كل حاجة بتغلى. علي يقول لابد من فرض رقابة صارمة على التجار اللي
بيعلوا الأسعار بدون أي وجه حق محمد مرسي. تقليل الحد الأقصى للأجور من 10 إلى 20 ألف جنيه كفاية أوي، وفرض ضرائب على القطاع الخاص. ناصر حجازي: تستطيع الحكومة الحد من ذلك إذا صارت في اتجاهين، الأول عن طريق وضع هامش ربح على المنتج المحلي لا يتجاوز 10% للمواد الغذائية و15% لغير المواد الغذائية داخل المصنع، وإيصاله للمستهلك مباشرة أو عن طريق وسيط بحيث لا تزيد النسبة، وهذا يتطلب نظام محاسبي. محمد إناوي: الحمد لله في مصر يوجد الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لكي أستطيع تحديد لائحة الدخل والنفقات والأسعار والضرائب، كل هذا كل فعل له رد فعل. أيضا قبل أخذ القرار يجب محاكاة وتطبيق القرار بشكل افتراضي على جميع شرائح المجتمع. أيضا يجب غلق مصرف نهر النيل على فرعي النيل دمياط ورشيد لتوفير المياه وعكس الصرف على الصحراء لزيادة المناطق الزراعية والاستثمار. وأيضا يجب إعادة تقييم استيراد الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة. وأيضا يعني يجب إعادة هيكلة التصنيع إلى منتجات موفرة إلى الطاقة. أيضا يعني هذا محمد إناوي يكتب تعليق طويل نختصر وفي هذا الجزء الذي قرأناه. أيضا إبراهيم شريف نقول: يجب الحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الوقود، هذا ضرب من الخيال، فكل السلع والخدمات تتأثر بعملية النقل، والنقل يعتمد على الوقود وأسعاره، وأي طالب يعني في كلية التجارة يعرف أنه بزيادة سعر مادة من المواد الخام ترتفع أوتوماتيكيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية. يعني كما رأينا أحمد هناك تباين في الآراء، ولكن المعظم متضرر أو المعظم يعني يقول أن غلاء الأسعار ليس في وقته حتى الآن، ولكن يعني ربما يعني يعود بالنفع والاستقرار على المواطن المصري فيما بعد، هذا ما نتمنى. هذه أغلب التعليقات التي وصلت إلي أحمد، أعود إليك لكي تستكمل اتصالاتك الهاتفية. في انتظار المزيد من التعليقات والمشاركات إذن محمد عبد الحكم في استوديو المتابعة. نتوجه الآن لثاني مجموعات الاتصال في هذه الحلقة، سيكون معنا من الخبراء والمسؤولين أيضا والمواطنين المشاهدين. في المجموعة الثانية سيكون معنا اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الأستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي في الأهرام العربي، والأستاذ إبراهيم شريف وهو مواطن مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. أبدأ مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء، يعني هناك من الواضح أن كافة الأطراف بدأت ترفع أسعار السلع وربما الخدمات بعد زيادة أسعار الوقود، هل تجد أن لهذه الزيادة للسلع الأخرى ما يبررها؟ هو طبعا يعني لو كلمنا اقتصاد هناك ارتفاعات ممكن تكون مبررة وارتفاعات غير مبررة. احنا حاليا بنشتغل على الارتفاعات الغير مبررة. زي مثلا النهاردة لما الدولة تقول ان هو تم تحريك الدعم على الوقود. ده ادى الى ان الدولة برضو لاول مرة، خلي بال حضرتك ان احنا كنا طول عمرنا اللي بيحصل كالآتي. ان الدولة تحرك الوقود ولا يقابلها تحريك في أسعار الخدمات المرتبطة بالوقود. المرة دي الدولة لأول مرة تحس إن هي كانت بتحضر مستعدة وتقول التأثيرات السلبية اللي هتحصل. يعني مثلا خدمة النقل على السيرفيس، وإحنا شغالين على فكرة من امبارح إن كل مجموعات اللي هي المأمورين الضبط القضائي اللي هم شغالين تبع حماية المستهلك، لأن احنا بنعتبر دي احد الخدمات الهامة اللي هي بتقدم للمواطن المصري البسيط بالطبع. وليتك يعني ليتك ست اللواء تعرفنا بالارقام، ارقام الاتصال لمن شاء من المستهلكين او مواطنين الاتصال. فحضرتك احنا مثلا امبارح احنا وجهنا كل المفتشين اللي عندنا وقلنا لهم قسمنا كل اللي هي خدمات السيرفيس، سواء كان في الكيت كات، في الامبابة، في الهرم، في فيصل، في عبود، في العرب المعادي، في شارع الجمهورية في المعادي، ونزلنا لهم انهم هتنزلوا تركبوا العربيات وتشوفوا كأنك مواطن عادي بيركب عربية زي أي مواطن بيركب العربية. بعد ما توصل تقول له الحساب كام، هيقول لك الحساب. إذا لقيت ان هو التزم بالتسعير اللي هي قالوها، لأن دي خدمة مسعرة وليست قابلة للعرض والطلب. التسعير ده عبارة عن ان واحد بيتقدم ويقول انا عندي عربيه انا عايز اشترك في خدمه السيرفيز اللي هو خط كذا اللي بيبتدي من الحته الفلانيه ينتهي في الحته الفلانيه. وده حتى لو طلع من الشارع اللي هو مقرر ليه بيعتبر مخالفه. طيب، لكن المشكله يا سياده اللواء انه يعني يقال انه ليست هناك فرق كافيه او اعداد كافيه
من حماية المستهلك أو حتى من الشرطة؟ أنا موافق حضرتك، بس إحنا بنوصل رسائل دلوقتي. بمعنى إيه؟ النهاردة حضرتك إحنا مش بنقول إن الشعب المصري منقسم عبارة عن مجموعة نص لجهات رقابية ونص تاني تحت اللجهات الرقابية. أنت لما بتيجي حضرتك بتشتغل على شرايح معينة. واللي بتم يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، ما تم رصده مبارح مثلا ان احنا كان عندنا ناس منتظم، عندنا ناس التزم، انما عندنا مثلا في منطقه الخط بتاع العرب بتاع المعادي ان كان في زيادات، واحنا نزلوا المفتشين عملوا ازاي؟ بعد ما نزلوا واثبتوا راحوا مصورين اللوحه المعدنيه، وكان امبارح احنا كنا عقدنا اللجنه العليا للرقابه على الاسواق، وكان مشرفنا فيها برضه سياده اللواء مدحت بريتم اللي هو رئيس مساعد وزير الداخليه للمرور المركزي. واتفقنا ان احنا ان في ما يتم رصده، لان في قانون المرور في يوم ما كنت اخر رئيس نيابات مرور في تاريخ وزاره الداخليه، وبالتالي فاهم ان ممكن ان هو كمان يتم ايقاف العربيه. يعني من يقوم بالمراقبه له سلطه تصوير اللوحات وابلاغ المرور مثلا لعمل مخالفات. اللي ده فخليني في حاجه مهمه جدا لازم حضرتك تعرفها. اتفضل. ان المهندس هشام العليلي الرئيس التنفيذي لجهاز حمايه لرئيس جهاز تنظيم الاتصالات. نعم. وهو عضو في اللجنه العليا للرقابه على الاسواق. اكد انه حتى يعني حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لم تتقدم اي شركه من الشركات المحمول الثلاثه بطلب ان هي طالبه ان هي تحرك في اسعار خدمات المحمول مقابل التكاليف اللي هي اللي زادت في تشغيل محطات اللي هي المحمول. وبالتالي ان كل ما هو يصار من اشاعات من المحمول هيتم زيادته 10% 5%، الكلام ده ليس له اساس من الصحة. دي حاجة كويسة مبشرة يعني. كويس. وعايز برضو ان انا ابعت رسالة اقول لاي تاجر ارجوك ان اي احتباس لكارت عشان بخاص غرض ان انت فاكر ان انت لما هتخليه عندك ان انت في هتطلعه بكره ولا بعده بازر من ثمنه ده احتباس سلع عن التداول. طيب طيب سيادة اللواء، حتى نساعد حتى نساعد المستهلك، هل هناك ارقام محدده يمكن ان انا ارجو ان اي حد عنده ان هو ان يحب يتواصل مع جهاز حمايه المستهلك. رقم الخط الساخن 19588 من خط ارضي. 19588 19588 من الخط الارضي. تمام. الخط بيشتغل من الساعه 8:30 صباحا حتى 4 مساء. ولو في اي اوقات غير كده يعني ارجو ان حضرتك احنا عندنا الفيسبوك مفتوح اللي هو اسمه الموقع الرسمي لجهاز حمايه المستهلك بمصر. ده مفتوح، او الموقع اللي هو الموقع الرسمي. طيب في حاله في حاله الاتصال والابلاغ من جانب المستهلك، هل سيتحرك يعني احد من لديكم؟ اصبح التزام التزام طالما يتحرك على الفور. طبعا سواء ان احنا اللي هنفحص بنفسينا او فحص من خلال كافه الاجهزه الرقابيه. انت عند حضرتك لاول مره احنا ما بنشتغلش بمعزل عن بقيه الاجهزه الرقابيه، وهو المقصود ان احنا كلنا بنشتغل لان كلنا اجهزه رقابيه. هدفنا الوحيد استقرار السوق، وبعدين احنا بناخد كمان اي حد يرصد ارتفاع اسعار احنا متواصلين من السيد وزير التموين معانا خطوه بخطوه، بحيث ان احنا مثلا لو قال ان في المنطقه كذا ان في ارتفاع مثلا في البنك على طول بنروح نشوف ايه الجامعات الاستهلاكيه اللي موجوده. تمام. هل السلع اللي هم بيتكلموا عليها دي السعر اللي فيها شكله ايه؟ تمام. عشان كمان ان احنا يبقى توافق. نرجو لكم طبعا النجاح، وبنكرر الخط الارضي بيمكن الاتصال منه على رقم 19588 الرقم الساخن لجهاز حمايه المستهلك. رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، شكرا جزيلا لك. توجه الاستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالاهرام العربي. استاذ حمدي، كثير من القضايا الاقتصاديه حتى التي يثيرها بعض الخبراء ويقال انه ما وفرته هذه الزيادات كان من الممكن أن يتم توفيرها أو أكثر منها عن طرق أخرى. هذا كلام غير حقيقي، لأن ما تم هو رفع الدعم بشكل جزئي، بمعنى أن الدولة المصرية كان من المفترض أن تقترض 350 مليار جنيه، وهو العجز
في الموازنة حتى تلبي الطلب. ولكن ما قامت به الدولة هو تخفيض الدعم، أي أنها وفرت 51 مليار جنيه. بمعنى أنا كنت هقترض من البنك 350 جنيه، النهاردة بقترض 240 جنيه فقط. يعني معنى كده مفيش أصلا عندي فائض، بالعكس أنا قللت المبلغ اللي أنا كنت هقترضه من البنوك. الوضع الاقتصادي كان وضع صعب جدا. أنا سمعت مداخلة سيادة اللواء، هنا بقى لازم أقول ماذا بعد رفع أسعار الأقل. يعني القول بأنه في مصادر أخرى أو طرق أخرى كان يمكن توفير هذه الموارد منها غير صحيح في اعتقادي. نحن الدولة المصرية والموازنة مدينة ب 1.7 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 49 مليار دولار. ففكرة إحنا عندنا موارد، إحنا ما عندناش موارد في الموازنة، ربما عندنا موارد عند بعض الأغنياء. أرجع بس لسيادة اللواء، صحيح تم رفع أسعار الوقود، المطلوب أن تكون تعود الدولة المصرية إلى الشارع، بمعنى فرض الرقابة، والرقابة هنا ليست إجبارية، ولكن بالنسبة لتعريفة الركوب السلكي لابد من إعادة الدولة، بمعنى أن يكون هناك خطوط جديدة للدولة المصرية المواصلات، أن يكون هناك أكثر من أوتوبيس في نفس المكان. خطوط عامة تقصد؟ طبعا عامة طبعا، حتى تنافس الترتيب. فكرة الرقابة والضغط والمفتش هينزل وحيصور اللوحة وحيروح ياخد مخالفة لن تحل المشكلة. يبقى خطوط عامة في كل مكان في مشاكل. اثنين، الدولة فيما يتعلق بالأسعار، رأينا اليوم أن القوات المسلحة المصرية بدأت في فتح بعض المنافذ لتوزيع السلع. لابد على وزارة التموين من خلال الشركة الصناعية، شركة الشركة القابضة للمواد الغذائية، أن تفتح أكثر من فرع، وأن تعود المجمعات الاشتراكية كما كانت، وتكون السلع فيها بالجودة العالية. أنا كنت اقترحت أكثر من مرة، وأعتقد هذا الاقتراح يتم الأخذ به، أن تصل السلع إلى كل مكان من خلال حتى دكاكين البقالة. لكن الواقع أن الجمعيات الاستهلاكية الموجودة عددها غير كافي وإمكاناتها محدودة برضو يا أستاذ إبراهيم. حمد الجمال حمد متفق مع حضرتك، بقول لابد من زيادة الأفراع وإن القوات المسلحة بدأت، إن الشركة القابضة للمواد الغذائية تبدأ تاني وتنشط وتزود الأفراع. وكمان حل المشكلة، عشان عدد قليل، قلت إحنا عندنا محلات بقالة زي محلات التومين تكون منتشرة في كل مكان في مصر، لماذا لم يستغل هذه المحلات في الاتفاق مع أصحابها، وإن أنا أصل بيه السلع إلى هذه المنافذ. طيب في نقطة أخيرة يا أستاذ حمدي، يعني الزيادات التي يلجأ إليها التجار وغيرهم من الشركات في سلع أخرى، هل تجدها مبررة؟ لا، شوف حضرتك، إحنا يعني في السنوات الأخيرة إحنا عندنا السوق غير منضبط، من بعد ما رفعنا شعار الرأسمالية أو السوق الحر أو لا السوق الحر، وإحنا عندنا السوق غير منضبط على الإطلاق، السوق منفلت، إحنا ما عندناش أي حد براقب أي حد، البلد هذا في العالم اللي كل واحد بيعمل اللي عايزه، ده كان في السوق المصري، فعايزين آليات جديدة، وعايزين كل واحد يحترم من التاني، بمعنى أنا سائق سيرتيس لو رفعت السعر على الركاب أعتقد إن الجزار حرف عليها اللحمة. إذا مرة أخرى الآليات والمتابعة والمراقبة هي الضرورية لتنفيذ هذا على الوجه الأمثل. شكرا جزيلا لك أستاذ حمد الجمال، رئيس القسم الاقتصادي في الأهرام العربي. أذهب أخيرا للسيد إبراهيم شريف المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ماذا لديك أستاذ إبراهيم؟ تفضل. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. والله هو رغم ان القرار قرار جريء من الحكومة، وكان يتخذ المفروض من سنتين ثلاثة، لكن اتخاذه برضو رغم التأخير في هذا الوقت بالذات هو شهر رمضان، اتخاذ قرار خاطئ جدا، ان اصلا شهر رمضان المواطن الغلبان العادي ما بيلاقيش اصلا فلوس، فما جيش انا ازود عليه البنزين. طيب ربما يقول لك يا استاذ ابراهيم، يا استاذ شريف عفوا، يعني انه شهر رمضان يعني المفروض ان يكون في الاستهلاك اقل من الشهور العاديه. طيب يعني ما المشكله انه يتم اتخاذ مثل هذا القرار في شهر رمضان؟ ماشي يا فندم، خليني متفق معاك، رغم ان العرف في مصر والبلاد العربيه هو زياده الاستهلاك، وعمرها ما حصلت في اي شهر رمضان من السنوات السابقه ان في تقليل في النفقات، لكن خليني اتفق مع حضرتك برضو مش ده الحل. المفروض كان يعرض هذا الموضوع عرض على المجتمع لمناقشته، هزود ايه يا جماعه، هعمل ايه، مش هزود البنزين 80 بتاع الناس الغلابه، وزود الديزل بتاع المواصلات الداخليه، وزود كله 95 زيهم زيهم. تاني حاجه يا فندم، سهل قوي على اي حكومه ان هي تيجي تتخذ قرار وتاخد من جيوب الناس على طول. لا، المفروض الحكومه يبقى عندها اقتراحات بديله، اقتراحات زي مثلا انا اجيب فلوس منين، والله انا عندي اراضي اللي اتباعت ب 50
قرش المترو اتباع دلوقتي بالاف. طيب. فين فين وصلت فكرتك. شكرا جزيلا للاستاذ ابراهيم شريف المصري المقيم في المملكه العربيه السعوديه. اذهب لاتصال اخر من كفر الشيخ من الاستاذ عبد الحليم فيصل من مدينه من كفر الشيخ. استاذ عبد الحليم اخبار استاذ حليم معايا؟ معاك. ايه اخبار المواصلات؟ اخبار اجره المواصلات بين القاهره وكفر الشيخ وحتى عندكم في كفر الشيخ؟ والله حضرتك الاجره هنا بالنسبه للمحافظه ارتفعت بنسبه 100%. اول حاجه ما فيش رقابه. المحافظه طبعا نايمه. المحافظ ما بيطلعش زي محافظ دمياط والشرقيه. يعني دمياط عشان السواقين رفع الاجره وكده وقف 100 عربيه في دمياط والشرقيه. انما في كفر الشيخ عندنا يعني طريق مثلا اجره زي بتاعت مثلا كفر الشيخ مسير كانت ب 75 دلوقتي بقت بجنيه ونص. يعني رفعت 100%. الضعف يعني. الضعف بحاجه. انا مثلا انا بسافر جنوب سيناء رحت احجز دلوقتي الاتوبيس كنت بدفع 35 نعم 60 جنيه. من كفر الشيخ لمدينه ابو زنيمه في جنوب سيناء. ماشي شرق وغرب الدلتا. ما فيش رقابه. يعني اول حاجه بقترح يبقى في رقابه في السوق ماشي على المواصلات المرور. ما فيش ضابط. يعني انا جيت اركب العربيه السواق قال لي لو مش عاجبك انزل وقام منزلني من العربيه. طيب شويه شويه ينشكنا يضربنا. اذا مساله المتابعه والمراقبه برضو مطلوبه علشان ضمان عدم زياده الاسعار بالنسبه للسلع. السلع الغذائيه المفروض يبقى مثلا تتوفر في الاسواق يعني بسعر رخيص. يعني ايه اخبار السلع؟ يعني السلع ارتفعت؟ السلع كلها ارتفعت. يعني اقول لحضرتك على حاجه. يعني حاجات بسيطه خالص. الصابونه بتاع الغسيل ماشي 2 جنيه ونص ديت خلوها 3 جنيه. زياده تقول لك حجه الاسعار. طيب يعني في زياده في الاسعار وفي اسعار السمك. نعم. الشيخ بلد السمك حضرتك. طيب السمك دلوقتي وصل 25 جنيه عندنا كفر الشيخ. طيب وصلت فكرتك. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الحليم فيصل من كفر الشيخ، استاذ حمدي الجامع رئيس القسم الاقتصادي في الاهرام العربي، والاستاذ ابراهيم شريف المصري المقيم في المملكه العربيه السعوديه. شكرا لكم جميعا. قبل ان نختتم هذه الحلقه ننوه على صفحه جهاز حمايه المستهلك على الفيسبوك وهو موضح الان امامكم على الشاشه. ننوه ايضا برقم الاتصال لمن يريد ان يتصل بالخط الساخن من 8 صباحا حتى 4 لجهاز حمايه المستهلك على رقم 19588 19588 للتقدم باي شكوى فيما يتعلق ب هذا الموضوع. وهذه هي الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على الفيسبوك. وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم. حلقة الغد بعد موجز أنباء الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. هل تعتقدون بأن الأحزاب السياسية ستنجح في تشكيل تحالفات انتخابية؟ هل تعتقدون بأن الأحزاب السياسية ستنجح في تشكيل تحالفات انتخابية؟ نلتقي غدا بعد موجز أنباء الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.